حملة كمل جميلة، ده التأمين الطبيعي بتاع شرم وبتاع جنوب سيناء، التأمين العادي جدا، لأن المدينة كلها مؤمنة، محافظة كلها مؤمنة وفق خطة تأمينية احترافية بتعتمد بالأكتر على التأمين الحديث اللي هو التقنيات الحديثة، بالإضافة لولادنا الضباط والأفراد والمجندين، بالاعتماد على برضو الأهالي والعاملين في السياحة والناس أهالي المنطقة وسكان المنطقة نفسها. النهاردة إن موجود بعض القبائل اللي بتاعت البدو ومدى ما تفاعلنا مع حملة كمل جميلة في دعم الفريق أول الشعبية ده القبائل موجودة دايما ومشاركة، لأن البدو عشان تبقى عارف دول من العناصر الأساسية في مصر، دول ولادنا، دول اللي حاموا مصر على مر السنين، اللي كانوا صمام أمن وأمان للبوابة الشرقية لمصر. لما تيجي تستعرض تاريخ مصر على مدى العصور منذ الخليقة، هتلاقي أن مصر دايما كانت بتهدد أكتر من الجهة الشرقية، سواء هكسوس، سواء يعني من عهد الهكسوس التتار، كل التهديدات اللي كانت أو معظم التهديدات اللي كانت بتحيق بمصر كانت عن طريق البوابة الشرقية، اللي تعرضوا للكلام ده واللي دفعوا عن مصر واللي كانوا معينين للجيش المصري على مر العصور هم بدو سينا، هم أهالينا، أهالي سينا. وبعدين لما بقول بدو سينا أو أهالي سينا، زي ما بقول الإسكندرانية، زي ما بقول الشرقاوية، زي ما بقول الإسماعيلاوية. يوم 14 و15 طبعا الدستور، فايه هي الترتيبات الامنيه اللي هتوضع هو كل اللجان طبعا بتامنها عشان الناس تطلع في امان تمام وتاخد حريتها تماما في تصويتها وانها تطلع تبدي رايها. لكن كل اللي بنقوله بنهيم بالشعب المصري وباخواننا، سواء اخواننا او اولادنا او اصدقائنا او اهالينا، اطلع وقول رأيك، اطلع وقول وصوت على دستورك، لأن دي مرحلة مهمة جدا في تاريخ مصر، دي مرحلة ان احنا بنمشي بيها لقدام، خطوة للقدام. كلمة أخيرة حضرتك للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية لزيارة شرم الشيخ. بقول للناس أهلا وسهلا بكم في أي وقت على مدار الساعة وعلى مدار السنة في جنوب سيناء. شكرا يا فندم.